السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نبدأ أول درس في الشابيت رقم 2 من الموديول جيستيون فينونسيير اللي سميتها فوند رولمون نورماتيف. الشابيت رقم 1 بيدجي دو تريزوري غنخليها لكم تحت الوصف بالإضافة إلى روابط ديال دي موديول وحدين أخرين. يعني تحت الوصف غتلقاو دي بلاي ليست على شكل دي فيديو مرتبين بالإضافة إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الموقع الرسمي ديالنا اللي غتدخل تلقى فيه دي زارتيكل على شكل بي دي اف اون ميم طون كتقرا وكتفرج في دي فيديو ديالنا. سي بون نبداو على بركة الله أول درس فون دغولمون نورماتيف. أوكي سيدي، شوف أنا فاهم وعارف بأنك أنت مي كتفرج دابا في هاد لا فيديو وكتكون اول مره كتفرج في هذا الدرس ديال فوند غولمون نورماتيف، كيتبان لك دابا الضبابه قدامك، كيبان لك الدرس صعيب ما فاهم والو، ولكن انا كنضمن لك من بعد الله سبحانه وتعالى ا كونديسيون الى كملتي الفيديو من الاول حتى الاخر ما غيبقاش عندك مشكل في شي حاجه سميتها فوند غولمون نورماتيف. عارف انك شفتي بزاف ديال الفيديو، الكرة عندك، إذا خرجتي من الفيديو ما تلومنيش أنا، كمل من الأول حتى الآخر. نبداو على بركة الله، سي بون. شنو تيبان لي هنا في العنوان؟ فون دغولمون نورماتيف. يعني شنو كنتفكر؟ كنتفكر بأنني أنا في لاناليز، في الموديول ديال لاناليز فينونسيير، قرينا واحد الحاجة سميتها فون دغولمون، والبوزوان دو فون دغولمون. دابا هادي نساها بحال ما كايناش هاد النورماتيف هادي، يعني ديجا تفكرناها، ولكن كاينين شي وحدين منكم راه قراوها ولكن نساوها. يعني الناس اللي مافونسين ما تقلقوش مني، غادي نعاود نشرح الفوند غولمون والبوزوان دو فوند غولمون اللي كنا قريناها في لاناليز فينونسيير باش نشدو الساس، باش نشدو لا باز دوك الناس الطلبه اللي نساوها. ما تقلقوش مني، الناس اللي مافونسي واخا سيدي. دونك الفون دغولمون شنو هي؟ هي واحد ليكسيدون. ملي تنقولوا ان اكسيدون يعني واحد الفائض. الفائض منين كيجينا؟ كيجينا من بعد ما كنديروا واحد العمليه حسابيه، كنشدوا ان مونطون اكس كنقصوا منه ان مونطون ايغريك كيعطينا شي حاجه دو بلوس بزائد، فائض ان اكسيدون ديالاج ديال الفلوس دارجون اللي متعلقة باش بواحد لي مونطون دي غوسورس ستابل. شنو هما لي غوسورس ستابل؟ الناس ديال الكونطا، الناس ديال البيلون، باقي عاقلين؟ مي تيكون عندي ان بيلون، عندي الجهة ديال لاكتيف والجهة ديال الباسيف. الفينونسمون بيرمانون لا كلاس اون هي لي غوسورس ستابل. شو تلقى فيها؟ تلقى فيها الكابيتال وتلقى فيها لي ديت ا لونغ تيرم، الفلوس اللي كناخدوهم من البنكه، هذا لي غوسورس ستابل لا كلاس اون، يعني مصادر ديال التموين اللي ما غاديش نردها الناس اللي كيتسالوا عليا ابري ايماني. دائما عندي الفلوس دائما. شنو الدور ديالها؟ كنفينونسي بها لاكتيف ايموبيليزي. هبط معايا لهنا باش تفهم. ها الفينونسمون بيرمانون ها لا كلاس اون شحال عندي فيها؟ عندي مليون ديال الدرهم صافي. انا غنفينونسي بها شنو؟ لاكتيف ايموبيليزي لا كلاس 2. لاكتيف ايموبيليزي شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه لي زيموبيليزاسيون اللي كنخدم بهم وسط الشركه واحد لا دوري كثار من عام. تلقى فيهم الماتيريال موبيلي دو بيرو لي ماشين ماتيريال ترونسبور. دونك عندي واحد السيوله القيمه ديالها مليون ديال الدرهم، غادي نمول بها، غادي نصرف بها، غنشري بها لاكتيف اي موبيليزي. بشحال القيمه ديال لاكتيف؟ 600000 درهم. واش قادر الفينونسمون بيرمانون يصرف ليا ويشري ليا كاع داكشي اللي عندي في لاكتيف اي موبيليزي؟ اياه. بشحال اخويا؟ مليون ديال الدرهم نقص منها 600000 درهم غنلقى راسي عندي 400000 درهم. واخا سيدي ها ناقش شحال؟ 600000 درهم. 400000 درهم هادي فلوس بقات شايطة عندي من بعد ما صرفت على لاكتيف ايموبيليزي ديالي، بقى
وقعة شايطة فوندرولمون. هذه الكلمة ديال انكسيدون، هذه الكلمة ديال فلوس وقعت شايطة، هي السيولة، هي الفوندرولمون. صافي تفكرتيها السي اناليز فينونسيير. هذا 400 ألف درهم شنو خاصك دير بها؟ خاصني نصرف بها على السيكل ديكسبلوطاسيون ديالي. كل شركة وعندها النشاط الرئيسي ديالها. كاينه شركة صناعية كتشري مواد أولية تحولها لبرودوي تبيعو، كاينه شركة كوميرسيال كتشري سلعة وتعاود فيها البيع. واخا واخا نعتبروا بان عندنا شركه كوميرسيال، دابا عندنا داخلين بان فوندرولمون، داخلين بواحد السيوله، داخلين بواحد الفلوس الشيطه اللي القيمه ديالها 400000 درهم. واخا واخا شنو غندير بها؟ عندي الجهه ديال الباسيف سيركيلو وعندي الجهه ديال الاكتيف سيركيلو. الباسيف سيركيلو الناس ديال الكونطابيلتي شنو كتعني؟ كتعني واحد الغوسورس اللي ماشي دائما، يعني واحد الكريدي، واحد لاديت اللي خاصني نردها لاصحابها قبل من عام. شنو تلقى هنا؟ تلقى لي فورنيسور. الفورنيسور كيتسني سلعه باعها ليا وستوكيتها عندي في لاكتيف سيركيلو وخاصني نخلصو في واحد المده ديال 3 شهور. كنلقى ليطا خاصني نخلص ليها لامبو، كنلقى لي صالير الناس اللي خدامين معايا خاصني نخلصهم من بعد شهر من بعد شهر. بون دونك عندي على سبيل المثال لي ديت فورنيسور، شريت منهم سلعه وخاصني نخلصهم ابري واحد المده ديال 3 موا، وهذيك السلعه اللي شريتها منهم القيمه ديالها على سبيل المثال 180000 درهم، هزيتها حطيتها في الشركه ديالي. اين بلاصه؟ واش في لاكتيف ايموبيليزي؟ لا، في لاكتيف سيركيلو. ديجا كان عندي واحد لو ستوك قديم، دونك زدت عليه داك لو ستوك اللي شريته من الفورنيسور، واللي عندي ستوك دو مارشانديز حاطو وباقي ما بعتوش، كنتسنى يتحول ليا ليكيد، يتحول ليا فلوس نبيعو للكليان عادي يولي عندي فلوس. انا حاطو في الشركه على شكل ستوك دو مارشانديز باقي ما تبعش ليا. شنو تلقى عاوتاني؟ تلقى لي كريونس كليان، ستوك اللي كنت شريت من عند الفورنيسور بعتو للكليان ولكن باقي ما خلصنيش في ديك السلعه ديالي. قال لي من بعد 4 شهور عاد نخلصك. هنا غادي نطيح في واحد الديكالاج. علاش؟ ديجا الكليان اللي شريت، ديجا الفورنيسور اللي باع لي السلعه قال لي خلصني من بعد 3 شهور، وانا الكليان اللي كنتسنى ناخذ منه رزقي قال لي من بعد 4 شهور عاد نخلصك في السلعه ديالك. دونك عندي واحد الفارق زمني، عندي شنو؟ ان ديكالاج. غنلقى مشكله. باش شنو هي هاد المشكله هادي؟ كنشد لاكتيف سيركيلو اللي هو 300000 درهم، كنتمنى انها تحول لي تولي فلوس، باقي ما ولات فلوس غير القيمه ديال لاكتيف سيركيلو. اسمحوا لي صافي، غنقص منها الباسيف سيركيلو اللي هو 180000 درهم. بشحال غنلقي؟ غنلقي عندي ان بوزوان، محتاجه عباد الله الشركه محتاجه 120000 درهم. منين غادي تجيبها باش تسلك راسها؟ اوروزمون ديجا كان عندها فائض سيوله، ان اكسيدون اللي هو الفوندرولمون 400000 درهم. شيطاتها من بعد ما شرات لاكتيف ايموبيليزي بقى ليها 400000 درهم. غنحيد من هذاك الخصاص، داك البوزوان، غنلقى راسي عندي شحال؟ احسب معايا، ما نتيقش انا، ما نتيقش 400000 درهم ناقص 120000، اش غنلقى راسي عندي 280000 درهم. هذه شنو هي؟ هذه فلوس بقات شيطه عندي، غنحطها في تريزوري، اما في لاكيس اما في لابوك. سي بون سي بون سيدي، ملي تيخرج عندي ان مونطون دو بلوس في البوزوان، يعني عندي بلوس 120000 درهم، راه تنبغي نقول لك جميع المعلومات، ما تنبغيش نبخل عليك وندوز الفيديو، راه ماشي لمصلحتي. ملي تيكون عندي بالبلوس، البوزوان بالبلوس، يعني واحد لو مونطون بالبلوس، يعني عندي ان بوزوان. شنو هو البوزوان؟ ها لي كومونتير اللي غتحتاجهم، ها لي كومونتير، ودوز الفيديو ما تشوفش هذا الشيء، راه دوزو. هاد بلوس 120000 درهم شنو تتبان لك؟ تيبان لي باني عندي ان بوزوان. المشكل فين كان عندك انت الونتربريز باش ولا عندك ان بوزوان؟
تيعني لو ستوك اللي ديجا انت عندك في لاكتيف سيركيلو راه كبير بزاف ما خاصوش يكون. عندي الكليون اللي كنتسناهم يخلصوني في رزقي خاصني نحاول نيغوسي معاهم قبل ما نبيع لهم لو برودوي ديالي يخلصوني في واحد المده قل داكشي اللي كيتساني الفورنيسور كوقت. عندي لونتربريز ديالي كتخلص لي فورنيسور قبل ما يخلصوني الكليان، هادو سون دي كومونتير غاتوقف عليهم. ولا كيخرج عندي لو مونطون ديال البوزوان هنايا الب اف اخ ناقص، يعني راه ما عندي حتى شي بوزوان، انا فلوس شايطه عندي، بمعنى لو ستوك ديالي راه مجاريه مزيان. ها لي كومونتير غاتحتاجهم، وعقل عقل وتفكرني. الكليون ديالي انا تيخلصوني قبل الوقت. عندي لونتربريز ديالي كتخلص الفورنيسور ديالها معطل، حتى كنتخلص من الكليان عاد كنخلص الفورنيسور، بحال لي غروند سوبر مارشي بحال مرجان اسواق السلام. يعني كنتخلص من الكليان ديالي في البلاصه، والفورنيسور ديالي اللي جابوا لي السلعه في الاول الشهر كيبقاو يتسناوني حتى لا فان دي موا. انا كنبيع الكليان كنتخلص في البلاصه، والفورنيسور كيبقى يتساني صافي. فهمتي دابا؟ اوكي سيدي، احنا دابا غندخلوا فون درولمون نورماتيف. دابا هي نورماتيف، دابا دابا هاد انت ركز معايا، هاد 120000 درهم قلنا هي البوزوان. منين جاينا؟ جاينا من عدم لا جيستيون اللي مزيانه بالنسبه لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالنا. ولو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالنا منين كيتكون؟ كيتكون من لي زاليمون ديال لاكتيف سيركيلو ولي زاليمون ديال الباسيف سيركيلو. يعني هاد 120000 درهم جاتني حيت انا ما عرفتش ندير لا جيستيون ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالي. هادشي علاش خاصني ندخل في لي ديتاي ديال سيكل ديكسبلوطاسيون ديالي بكل بوست. عندي هنايا عندي لي بوست اللي ممكن نلقاهم في لاكتيف سيركيلون. انا تنقول لك دابا الشرح لي بوست اللي غنلقاهم في لاكتيف سيركيلون شنو هما ممكن في نظريتك. لي ستوك دو مارشانديز، لي ستوك ماتيير بروميير، لي ستوك برودوي فيني، لي كريونس دي في ريكوبيرابل. هادو كلهم غنلقاهم في لاكتيف سيركيلون. وشنو عندي في الباسيف سيركيلون؟ عندي دات فورنيسور، عندي لي شارج سوسيال، عندي لي سالير، عندي دي في فاكتوري. والشي هاد لي بوز كاع اللي قلتهم دابا هو اللي غتبقى تعيشهم ديما في لي زيكسيرسيس كوريجي ديالك. وديما دير في بالك بان الشرح ديال لا تيوري تيكون ديما صعب من البراتيك ديال لي زيكسيرسيس، اكونديسيون الا كتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر كون اكيد ما يبقاش عندك هذا المشكل. هذا فاهمين؟ فاهمين. دابا الا جينا نقولوا لا ديفينيسيون ديال البوزوان دو فوندرولمون غتفهمها، ياك هي اللي شرحناها قبيله. هل بوزوان فوندرولمون نورماتيف ريبريزونت لا سوم دارجون نيسيسير اللي محتاجينها ديال لونتربريز باش نفينونسيو داك لو ديكالاج ديال فورنيسور. صافي نزربو على هادشي. اونتر لو مومون ديال لونتربريز بي سي فورنيسور، الوقت ما بين انها تخلص الفورنيسور ديالها اللي داروا معايا ابخي غير 3 موا بيدمان. انت شوف بيدمان اون اتوندون ناخذ فلوسي من الكليان اللي انا كنتسناهم من بعد 4 شهور عادي يخلصوني فلوسي. دونك هذاك هو الديكالاج بزوان د فوند غولم. سي بون هادشي علاش خاصنا ندخلو في لي ديتاي ديال لي بوست ديال لو سيكل ديكسبلوطاسيون اللي كيتكون من لاكتيف سيركيلون والباسيف سيركيلون باش نلقاو واحد الحاجه سميتها بزوان اون فوند غولمون نورماتيف. شناهو خويا البزوان د فوند غولمون نورماتيف؟ كيطرا لي دابا نتا غتجاوب بوحديك بوحديك. سي اون ميثود، هي واحد الطريقه اناليتيك، ما عرفتش العربيه شنو هي اناليتيك، تحليليه وقيله. سي اون ميثود بلوس اناليتيك اي مو دون، كتعطيني بلو غروند بريزيزيون، واحد التدقيق بور شاك بوست دو بيلون. يعني كل بوست في لو بيلون غندخلو في لي ديتاي ديالو وغنعتمدو على واحد جوج ديال لي باغامتر. مي تنقولو باغامتر يعني طريقه في الكالكول سهله، ما تخلاش سهله، وابقى معايا في الفيديو صافي. شنو قلنا؟ بور شاك بوست دو بيلون اون افي ايل ميزور لامباكت، تاثير
ديال كل بوست على داك لو ريال بوزوان اللي هو 120,000 درهم. غنشوفوا كل بوست هنايا شحال تيمثل ليا، شحال تيأثر ليا التأثير ديالو على بوزوان ريال ديالنا، باش نعرفوا شنو هو لو بوست اللي سببنا فاش خلينا نلقاو هاد البوزوان عندنا. هنا كندخلوا في لي ديتاي سي بون. غنديروا اكسيرسيس وعباد الله، راه ما يبقاش عندك مشكل، ما غيبقاش عندك مشكل، غير صبر. بوغ سولا nous aurons besoin de calculer جوج ديال لي بارامتر، هما اللي غيساعدونا باش نلقاو كل بوست تاثير ديالو على التاثير ديالو على لو بوزوان غير. شكون فيهم اللي دير ليا المشكله من الاخر؟ شكون فيهم اللي سبب ليا رئيسي باش ولا داك البوزوان عندي كبير باش نلقى باش نصلحو؟ صافي. شنو هما لي دو بارامتر؟ هو بون ديكولمون والكوفيسيون دو بونديراسيون، كاين اللي كيسميها كوفيسيون دو ستركتور. دونك طون ديكولمون والكوفيسيون دو بونديراسيون، شنو هي طون ديكولمون؟ طون ديكولمون سي لو طون كيل فو بور باسي دو ديبي à la fin du processus. Ni had le temps d'écoulement, ti qsed lik ti yani lik bchal bqa ndi had le produit hatta tba liya. Bchal bqa ndi f le stock, chal douz dial le wqt hatta tba koul produit w chal tiyakhd ndi dial le wqt. Kayen li mtloub f le bi' w kayen li tqil f le bi'. Ha bach ktsa3dni f temps d'écoulement. إلا كان ما كيتباعش تقيل في البيع غادي يجيبو المرة الجاية؟ لا، ها هو لو طون ديكولمون نفعني هاد المرة في لو ستوك سي بون. بالنسبة لو كونت كليون شنو تيعني طون ديكولمون ديالو؟ يعني شحال ديال الوقت حتى خلصني الكليان اكس بارابور الكليان ايكراك تيخلصني قبل منه، بارابور ايكراك زاد ما عمرو خلصني. يعني كنشوف بالنسبة للكليان بشحال ديال الوقت اللي خدا حتى خلصني، بالنسبة للكونت فورنيسور بشحال ديال الوقت خديت انا حتى خلصت الفورنيسور اكس، بشحال الوقت اللي خديت انا حتى خلصت الفورنيسور بي، بشحال الوقت اللي خاصني انا ناخدو باش نخلص فورنيسور زاد. فهمتي؟ دابا كندخل في لي ديتاي ديال كل بوست. بالنسبة للبوست ديال تي في ريكوبيرابل على سبيل المثال، بشحال ديال الوقت اللي استغرقتو حتى رديت الفلوس ديال تي في ديالي لقيت اللي كنت كنشري تي في ريكوبيرابل؟ صافي. غادي ندوزو دابا الكوفيسيون بونديراسيون شنو كتعني. تيقول لي بان لامبورطونس دو شاك بوست دو بيلون بالنسبة لو شيفر دافير. ناخدو لو بوست ديال ستوك دو مارشانديز، كوفيسيون بونديراسيون كتعني يعني بشحال كيمثل ليا لو ستوك دو مارشانديز بارابور لو شيفر دافير. واخش 2% 3% 4% صافي تتحط الرؤية والفرق ما بين طون ديكولمون وكوفيسيون بونديراسيون. هادشي راه ساهل. الا بغيتو نبداو دي زيكسيرسيس كوريجي من الفيديو الجاي خليو ليا في الكومنتار. كاين معكم امين، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.